السؤال: ما حكم الصلاة على الجرائد المنتشرة في هذه الأيام؟ الجرائد لا إجلال يصلى عليها، لأن فيها ذكر الله وفيها أحاديث وآيات على انتهاء منه، لكن واجب أنها تجمع وتحفظ في الجوانب أو تحرم أو تدفن. أما أن تعمل تصلى عليها أو تضع صفرة للموارد أو ملكا للحاجات هذا لا يجوز، لأنها في الغالب لا تخلو بها. أما لو وجدنا جريدة ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا آية ولا جن، هذا لا بأس أن تنتهي. لكن قل لا أجد الجريدة تكون رأي الله، لا يوجد الجريدة إلا فيها جن يجريها أو آية أو حديث، فلا ينبغي، فلا يجوز أن تنتهي. بل يجب أن يحرق يتملهم حاجة فيها تحرق أو تدفن في أرض طويلة أو تحفظ عنده في دوامين حتى لا تنتهي ولا والمحوى التي بها هي إذا نفخ الرؤوس، وإذا سفنت بفخها ولا يظهر منها شيء ما نرى المضر ظهورها وانتشارها أو جعلها على جدران أو جعلها على أبواب، أما إذا سفنت حتى يحفظ عنها فيها أو تحرق أو تدفن في أرض، نعم.